بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه تحفيظ الآيات الكريمة بطريقة الأصول العشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأصول العشرة مجموعة في بيتين من الشعر، وهما: أتلو استمع وجودا واستظهرا، ولا تفهما ولتوصي ولتتدبرا، واتبعه ولا تعلمن ولتدع له، حق مبان ومعان مجمل. يعني البيتين الشعر اللي أنا قلتهم دولت فيهم الأصول العشرة اللي احنا بنمشي عليها في التدريس إن شاء الله تبارك وتعالى. الأصل الأول والثاني أتلو استمع، الأصل الثالث وجودا. أنا ممكن أعمل الآن دمج ما بين الأصول الثلاثة، الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى تلاوة وأنت تستمع، ونستخرج أحكام التجويد إن شاء الله تبارك وتعالى التي تم دراستها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. في الآية الكريمة أول حكم معنا من الأحكام التجويدية إن، هنا غن بمقدار حركتين والدليل من التحفة، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. إن الذين، مراعاة مخرج الذال طرف اللسان، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الذين، ذي نتدرب على حرف الذال بجميع الحركات. ذا، ذي، ذو. الذين إن الذين كفروا، الراء هنا مفخمة لأنها مضموم، الراء ترقق في حالة الكسر، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يبقى في الحالة دي الراء مضمومة يبقى بنفخم الراء. كفروا، رو، وهنا طبعا مد طبيعي في الواو. لن تغني، أول ما تلاقي النون كده معلاش حاجة في المصحف على طول تقول الحكم ده اسمه إخفاء حقيقي، يبقى لن تغني عنهم فيها حكمين، الحكم الأول إظهار حلقي في النون اللي بعدها، والحكم الثاني إظهار شفوي في الميم اللي بعدها همز. ونعرف إزاي حكم الإظهار الحلقي أو الإظهار الشفوي؟ في الإظهار الشفوي تأتي الميم عليها علامة السكون، في الإظهار الحلقي تأتي كذلك النون عليها علامة السكون. يبقى إذن أي حرف هو أصلا في القرآن عليه علامة السكون تعلم أن هذا الحرف حرف إيه؟ مظهر غير مضغم. طيب عنهم أموالهم، برضو هنا الميم نلاحظ برضو جاء عليها علامة السكون، لكن طبعا هنا وإن كان الميم دي فيها حكم إظهار شفوي لكن مراعاة الإظهار في هذه الحالة. ولذلك احنا كنا دايما بنقول بيت شعر كده في التحفة بيقول ايه، الميم لما يأتي بعدها حرف واو او فاء بنقول واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. واحذر لدى واو وفاء، يعني بيقول لك خلي بالك لما يأتي بعد الميم حرف واو او فاء ان تختفي، ان تخفى منك الميم. يعني ازاي تقرأها كده؟ اموالهم و، كده خطأ. اما صحيح ايه اظهار شفوي؟ اموالهم و، يبقى واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. ليه؟ السبب ايه؟ لقربها، يعني لقربها
في صفات الحروف، والاتحاد في مخرج ان الحروف كلها الميم والواو بتخرج من والفاء كذلك من الشفتين. يبقى واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، اكتبه عندك عشان ما تنساهوش ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى اموالهم ولا، طيب ايه الحكم اللي في الالف عندنا ده؟ اسمه المد ده اسمه ايه؟ مد جائز منفصل، مد جائز منفصل، ومد مقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبي. ولا أولادهم من، إضغام بغنة، إضغام الميم في الميم، إضغام مثلين صغير، إضغام مثلين صغير الميم في الميم. من الله اسم الجلالة هنا اللام مغلظة لأنها جاءت بعد حرف مفتوح، ودايما بنقول لما اللام في اسم الجلالة تأتي بعد حرف مفتوح أو مضموم تكون مغلظة، تأتي بعد حرف مكسور تكون إيه؟ مرققة، يعني الله، إنما هنا قبلها فتح بنقول من الله. طيب كلمة شيئا و، إيه الحكم اللي هنا؟ عندنا إضغام بغنة لوقوع الواو بعد الفتح، أو في رسم المصحف لما تلاقي الفتحتين كده في فتحة تسبق الأخرى يبقى تعرف على طول إن في هنا إضغام بغن، بخلاف لما تكون الاتنين متساويتين شكل بعض يبقى اسمه إيه؟ إظهار حلقي. يبقى شيئا و، ما معنى صل؟ الوصل أولى مع جواز الوقف، الوصل أولى مع جواز الوقف. وأولئك، خلي بالك الواو ده لا ينطق في المصحف أكنه مش موجود خالص معانا. والمد ده اللي في كلمة أولئك مد واجب متصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات و6 حركات إذا كان متطرف في نهاية الكلم. وأولئك أصحاب النار، طيب هنا كلمة النار فيها غنة مقدار حركتين لأنها مشددة، والراء هنا نقف عليها بالتفخيم، وفي حالة الوسط تكون مرققة، يبقى الناري لأنها مكسورة. هم فيها برضو الحكم ده تكرر معنا سبق نظيره، زي ايه؟ أموالهم، عليه علامة السكونة، يبقى برضو ايه؟ في إظهار شفوي، لكن واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. فيها خالدون، الخاء من حروف الاستعلاء وبعدها حرف مد طبيعي، يفخم الألف تبعا للحرف الذي سبقه، يعني زي الحرف اللي بعد لما الألف المد الطبيعي ده يأتي بعد حرف مفخم من حروف خص ضغط انقض نفخم الألف، وإذا جاء بعد حرف من حروف الاستفال يرقق الألف. مثل مراعاة مخرج الثاء من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. مثل ما ينفكون، كلمة ينفكون في إخفاء حقيقي في النون لأنه جاء بعدها حرف فاء والنون معلاش حاجة، في رسم المصحف برضو تقول إخفاء حقيقي. في هذه برضو الذال مراعاة مخرج الذال، وهنا مد طبيعي في الياء في كلمة في. في هذه الحياة الدنيا، اوعى تقول الحيوات الدنيا، الحيوات لا، هي لما تلاقي الواو عليها علامة الألف الصغيرة كده يبقى بتنطق ألف ولا تنطق إيه؟ واو. الحياة الدنيا، وبرضه هنا النون في إظهار مطلق. 4 كلمات في القرآن، الكلمة الدنيا وصنوان وقنوان وبنيان، هذه الكلمات لما تلاقي النون فيها يبقى مش إضغام، ما تقولش ده جاء بعده ياء وده من أحكام النون الساكنة والتنوين الكلام ده الإضغام بغنى، لا، هنا دي كلمات مستثناة مستثناة. يبقى الدنيا كمثل ريح فيها، برضو ريح فيها إخفاء حقيقي. سر أصابت، إظهار حلقي، لما تلاقي الواو كده وفي الواو التانية عكسها فوقها كده يبقى ده اسمه إظهار حلقي. سر أصابت، الهمس في التاء، أصابت لأنها من حروف حثه شخص سكت، حرثاء، برضو الراء هنا مفخمة لأنها جاءت ساكنة بعد حرف مفتوح. حرث قوم ظلم، برضو هنا إخفاء حقيقي في لأن الميم تحتها كسرتين وجاء بعد حرف الظاء من حروف الإخفاء الحقيقي، أو لما تلاقي الكسرتين بالشكل ده يبقى على طول تقول ده حكم إخفاء حقيقي. يبقى قوم ظلموا، ظلموا، وبرضو مراعاة مخرج الظاء طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. ظلموا، مد جائز منفصل، يمد مقدار 4 أو 5 حركات سبق نظيره معانا من شوية. أنفسهم، برضو النون هنا فيها حكم إيه؟ إخفاء حقيقي. أنفسهم فاء، برضو سبق نظيره ميم عليها علامة السكون بعدها فاء، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. فأهلكت، برضو الهمس في التاء.
وما ظلمهم الله، هنا اللام في اسم الجلالة مغلظة لأنها جاءت بعد حرف مضموم، ولكن أنفسهم، إظهار حلقي في النون عليها علامة السكون بعد حرف من حروف الإظهار، أنفسهم، النون فائق فاء حقيقي لأنها ليس عليها شيء، وجاء بعد حرف فاء من حروف الإخفاء الحقيقي، أنفسهم يظلمون، وبرضو الميم هنا علامة السكون زي ما احنا شايفين كده، يبقى فيها حكم إيه؟ إظهار شفوي. يظلمون مراعاة مخرج الذاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ونقف عليه مد عارض للسكون. يبقى دي الآيات الكريمة كده، الأصل الأول والثاني والثالث. اتل واستمع وجودا واستظهر، تحفظ الآيات دي ترددها إن شاء الله بمقدار ربع ساعة، تحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. ولا تفهمن، نحن بحاجة إلى فهم الآيات الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم، وأولئك إيه؟ أنا كده بقول صح ولا لأ؟ من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. دي في الصفحة الثانية من سورة آل عمران، مرت معانا قبل كده، انتبه. إنما هنا إيه؟ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب هنا في مواطن مناجاة، لما يأتي ذكر النار نقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، بصوت منخفض كده إن شاء الله تبارك وتعالى. المعنى: إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أموالهم كلها ما تنفعهمش عند ربنا سبحانه وتعالى إن هي تدفع عنهم العذاب أو يدفعوا رشوة أو الكلام ده عشان ما يتعذبوش في النار. لن ترد عنهم أو لن ترد عنهم العذاب ولن تجلب لهم الرحمة، بل ستزيدهم عذابا وحسرا، وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها والعياذ بالله. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يعني مثل ما ينفق هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها، كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم، إيه يعني؟ بالمعاصي وغيرها، فأتلفت زرعهم. يعني حتى الكافر ده لو بيعمل أعمال خير، أعمال خير دي مش هتنفعه عند ربنا سبحانه وتعالى إذا كان هو أصلا كافر. يبقى الأفعال الخير دي، يعني لو هو بيعمل خير أو الكلام ده، أو بينفق في سبيله، أو بينفق يعني أموال أو الكلام ده، غير مقبولة عند الله عز وجل. يبقى الكفار دولت كمثل إيه؟ ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، يعني فأتلفت الزرع، وقد رجوا منه خيرا كثير، فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم ينتفع به، كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها. والله عز وجل لم يظلم، حاشا الله تبارك وتعالى أن يظلم. إن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم لرسله سبحانه وتعالى وعلى رسوله الصلوات والتسليمات. يبقى ولا تفهمن والتوصي. السؤال الآن: ايه هي الوصية العملية اللي احنا ناخدها من هذه الآية الكريمة؟ يبقى رقم واحد: ان انا عشان اعملي تكون مقبولة عند الله عز وجل، ان انا اخلص العمل لله ولا اشرك بالله تبارك وتعالى، اعبد ربي عز وجل حق العباد، احقق معاني قول لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، لان اي عمل فيه شرك العمل ده غير مقبول عند الله عز وجل. ممكن يكون في وصايا كثيره كمان، ان انا انفق في سبيل الله تبارك وتعالى، ان انا اعلم ان انا اموالي دي واولادي مش هينفعوني عند ربي تبارك وتعالى. يبقى هذه فوائد او وصايا عمليه من الايات الكريم. كذلك الايات فيها برضو نهي المؤمنين عن موالاه الكافرين وجعلهم ايه؟ اخلاء واصفياء، يعني يفضى اليهم باحوال المؤمنين واسراره، ما وليش الكافر واقول له الاسرار بتاعه المؤمنين والكلام ده. ولتتدبر، اتدبر كده في هذه الوصايا وانظر الى المآل الحسن والمآل السيء. لو انا من اهل هذه الآية، طيب لو انا معرض عن العمل بهذه الآية، انظر الى المآل السيء والعياذ بالله، واعمل اسقاط للآية كده على نفسي، واتفكر في العاقبة الحسنة والعاقبة السيئة، واسأل الله تبارك وتعالى ان اكون من اهل هذه الآية. ولتتدبر واتبعه، واتبع ذلك بالعمل بما امر الله عز وجل، حتى اكون من الذين استجابوا
استجابوا لله والرسول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا تبارك وتعالى يجعلنا منهم. ولتدعو لا أدعو غيري للعمل بهذه الآيات الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية، تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.